يبدع ويمتع حتى برأي واحد من المبدعين وليد صلاح الدين. نشوف في الدقيقة 65 مارسيل كولر عمل ثلاث تغييرات، لكن هل مع هذه التغييرات حصل تغيير في طريقة اللعب؟ طبعا بقت 4-2-3-1 بوجود قفشة لقدام، وده اللي احنا قلناه واتفقنا عليه قبل المباراة. المباراة تستحمل تستحمل كده، دي تغييرة الراجل بيقول منها ان يا احمد يا نبيل يا كوكا انت بتأدي بشكل كويس. نعم. فتقدر تاخد اجزاء وبدات المساحه بتاعته تكتر. اشتغل الماتش المصري بشكل كويس جدا النهارده. بيشتغل بشكل كويس بديل لمروان عطيه. فاحمد لازم عايز خد انذار كمان بالظبط. نعم عايز احط عليه ضوء احمد نبيل كوكا لانه بيأدي بشكل كويس قوي. بقيه التغييرات طبعا قفشه زقك لقدام. هنلاقي عدد من الحالات اللي احنا طالبينها، اللعيبه بقت قريبه جدا من بعض وبقت الكره حلوه. بقى في 4-2-3-1 جت على حساب انها الدفاعيه النادي الاهلي شويه. في لقطه طبعا في 3-1. نعم. لكن يعني بحكم الكواليتي اللي مش احسن حاجه. نعم. من سان جورج فالامور بتعدي. طبعا في بعض المباريات الكبيره مش هيقدر يعمل كده. نعم. لكن الاهلي راح بكام؟ دي مباراه من مباريات السته. نعم. السبعه زي ما احنا قلنا. نعم. قبل المباراه، لانك جايب 3 اهداف ومضيع عدد من الاهداف الغير عادي. نعم. لكن الاهلي بيشتغل على الضربات الثابته بشكل رائع بصراحه. اشتغلوا بكل الجهات، تصويب، انفرادات، دبل باص، كرات عرضيه، بكل الطرق. وقفشه بصراحه لما نزل هو عبد القادر لمسه اللعيب الحريف باينه. بصراحه. طيب يا جماعه، في جمله بتتقال هي يعني قد تحمل بعض اللوم من اداء اللعيبه في الملعب، ولكنها في الحقيقه بتوصف هذا الجيل انصاف مختلف. لان كتير جدا بقيت اسمعها ماتش كان ممكن يخلص 6-7 واللعيبه لازم تبقى تخلص 6-7. انا ما شفتش جيل بيخلص كل ماتش 6-7 في حياتي يعني. فاذا كان هذا الجيل مطالب ان معظم ماتشاته تخلص هيفي سكور او بيخلق سيطره تخلي الاحساس هذا شهاده لامكانيات هذا الجيل بالظبط. فبيلموهم ان بدل ما انت قادر ما تعمل. وعلى فكره ماتش سان جورج في كورتين في العارضه. طب ما هو يعني ممكن كان يوصل لكده. فانا عايز اقول يعني كابتن وليد من اكتر الناس اللي بيدوا الجيل ده حقه، رغم انه كان عايزهم برضه يكسب 6-7 قياسا الى قراءته للمباراه السيطره. يعني هو معنى انك انت بس انا اتمنى اجيب اربعات والناس تقعد تقول ضيعنا فرص كتير. هي المشكله لو ضيعت فرص كتير وما عرفتش تكسب ما سجلتش. ابرز ميزه في هذا الفريق دلوقتي يراها عماد متعب في ايه بالظبط؟ نشوفها. رايك يا كابتن النهارده في اداء النادي الاهلي وثنائيات النادي الاهلي الجديده وظهور امام بشكل قوي وحسين الشحات والسيمفونيه اللي بيعزفها والمجموعه اللي موجوده كلها؟ النادي الاهلي بيأدي اداء جيد يعني. مباراه المصري عمل مباراه اكثر من رائعه وسجل 4 اهداف وكان في رتم عالي، كان في اداء جيد جدا، روح عاليه جدا. مباراه النهارده النادي الاهلي شويه لعب على قد المباراه، لكن في الاخر قدر يسجل 3 اهداف. حسين شحات تألق وسجل هدفين رائعين. بنشوف امام عاشور بيتألق، بنشوف عبد القادر لما نزل بيسجل. النادي الاهلي قدر يخرج بالمباراه 3-0. شايف 3-0 دي نتيجه كبيره، كان ممكن يزيد الاهداف اكتر من كده، لكن في الاخر النادي الاهلي بيحقق المكسب وده مكسب مهم بالنسبه له. بقت محتار في اختيار تشكيله للنادي الاهلي، بقت محتار من وجود ثنائيه يعني. اقول مره اقول رضا سليم امام عاشور، مره امام عاشور حسين الشحات، مره قفشه ينزل، مره تاوي يبقى متالق بشكل كبير. لاول مره من فتره ان انا احتار مع فريق في عدد اللعيبه اللي جاهزه بالشكل ده. دي ميزه كبيره، ميزه كبيره للنادي وللمدرب وللعيبه نفسها، لان اللعيب نفسه عارف ان في منافس قاعد بره هو زيه، ولو نزل هيأدي اداء زيه بالظبط او هيفيد الفرقه زيه بالظبط. المدير الفني عنده حلول لو لعيبه يعني النهارده رضا سليم موقوف، عندي لا عندي حلول كثيره جدا. لو لا قدر الله امام عاشور، اي لعيب ايا كان اتصاب، عندي حلول كثيره جدا. فالنقطه دي مهمه جدا للمدير الفني وللفرقه واللعيبه. بس اتمنى مستر كولر طبعا راجل عنده قدرات كبيره جدا جدا،
العامل النفسي مهم جدا وده مهم، دي اهم نقطه، ان اللعيب اللي يبقى قاعد على الدكه اه هو هيبقى قاعد 100 دقيقه انه نفسه يلعب، لكن في نفس الوقت بنفس الجديه ونفس الروح ونفس الاخلاص، وده اللي احنا شفناه مع لعيبه النادي الاهلي على مدار السنين. صح. احنا بنقلق، بس بيبقى القلق بعض الاوقات لما يكون في نجوم كتير موجوده في فرقه، ان يبقى في عصبيه، في نرفزه، في بعض اللعيبه متضايقه لو قاعد على الدكه، لكن ده الحمد لله مش موجود في النادي الاهلي خالص، وما شفناهوش في النادي الاهلي ومش متعودين عليه في النادي الاهلي، فعشان كده كل النجوم اللي موجوده تبقى اضافه وفايده كبيره جدا للنادي الاهلي. يعني طبعا النتيجه يا جماعه، في حتى لما تيجي بعد كده الراي الخبراء التحكيمين يقول لك كان في ضربه جزاء، في افسادات اتحسبت غلط، وفي يعني كان المباراه مرشحه وكورتين في العارضه مؤكد كان مرشحه نتيجه كبيره، لكن مش هو دي النقطه. النقطه انك انت يبقى عندك سكواد او قائمه زي ما قال الكابتن عماد بعد سؤال على ان تميز البدلاء والقائمة الكبيرة دي هل مشكلة ولا حل؟ هي ليها أكتر من بعد. بالمعنى الصحي هي حل، بالمعنى الصحي هي بتوصل شيء للعيبة إن ما بقاش فيه أساسي واحتياطي، وما فيش لعيب هنا ما يقعد احتياطي يتهيأله إنه أحسن من اللي في الملعب، لأنه شايف اللي في الملعب أساسي وشايف نفسه أساسي، فخلاص حتة انك انا بتسحبني هو انا كنت وحش مش موجوده، انا بتسحب لاسباب اخرى، رؤيه مستقبليه، رؤيه خططيه، لكن كل الاهلي باذن الله ودي بتساعد على العلاقات في اوضه اللبس، بتساعد على وحده الفريق، بتساعد على الايثار، كله بيتمنى الخير لكله، بتبان في حاجات كتير جدا، في احتضانهم للصاعد، في احتضانهم للوافد الجديد، في الفرحة لواحد قاعد بره ان بديله يجي ينزل يوفق ويجيب جون، او العكس، ان يعني ال 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 كل دي نتيجة ان وفرة النجوم اللي هي بدل ما بتخلق نفسنا بتخلق تلاحم وقناعات. ده كلام مهم جدا، لكن الحقيقة كمان واحد من المتألقين جدا بروعة إمام عاشور. إمام عاشور عامل إضافة هايلة جدا مع كل زمايله. أنت تحتار دلوقتي تقول مين مان أوف ذا ماتش في كل مباراة للأهلي، في على الأقل 3-4 كل واحد فيهم يستحق يكون رجل المباراة. إنما تألق إمام عاشور على وجه التحديد أعتقد استحق تقدير الكابتن عماد متعب. نشوفه. رأيك يا كابتن النهارده في أداء النادي الأهلي وثنائيات النادي الأهلي الجديدة وظهور إمام بشكل قوي وحسين الشحات والسيمفونية اللي بيعزفها والمجموعة اللي موجودة كلها؟ النادي الأهلي بيأدي أداء جيد، يعني مباراة المصري عمل مباراة أكثر من رائعة وسجل 4 أهداف وكان في رتم عالي، كان في أداء جيد جدا، روح عالية جدا. مباراة النهارده النادي الاهلي شويه لعب على قد المباراه، لكن في الاخر قدر يسجل 3 أهداف، حسين شحات تألق وسجل 2 رائعين، بنشوف امام عاشور بيتألق، بنشوف عبد القادر لما نزل بيسجل. النادي الاهلي قدر يخرج بالمباراه 3-0، شايف 3-0 دي نتيجه كبيره، كان ممكن يزيد الاهداف اكثر من كده، لكن في الاخر النادي الاهلي بيحقق المكسب وده مكسب مهم بالنسبه لي. بقيت محتار في اختيار تشكيله للنادي الاهلي، بقيت محتار من وجود ثنائيه، يعني اقول مره اقول رضا سليم امام عاشور، مره امام عاشور حسين الشحات، مره قفشه ينزل، مره تاوي يبقى متالق بشكل كبير، لاول مره من فتره ان انا احتار مع فريق في عدد اللعيبه اللي جاهزه بالشكل ده. دي ميزه كبيره، ميزه كبيره للنادي وللمدرب وللعيبه نفسها، لان اللعيب نفسه عارف ان في منافس قاعد بره هو زيه، ولو نزل هيأدي أداء زيه بالظبط أو هيفيد الفرقة زيه بالظبط. المدير الفني عنده حلول، لو لعيبه يعني النهارده رضا سليم موقوف، عندي لأ عندي حلول كتيرة جدا، لو لا قدر الله إمام عاشور أي لعيب أيا كان اتصاب عندي حلول كتيرة جدا، فالنقطة دي مهمة جدا للمدير الفني وللفرقة واللعيبة. بس أتمنى مستر كولر طبعا راجل عنده قدرات كبيرة جدا جدا، العامل النفسي مهم جدا وده مهم، دي أهم نقطة، ان اللعيب اللي يبقى قاعد على الدكه اه هو هيبقى قاعد 100 دقيقه انه نفسه يلعب، لكن في نفس الوقت
بنفس الجديه ونفس الروح ونفس الاخلاص، وده اللي احنا شفناه مع لعيبه النادي الاهلي على مدار السنين. صح. احنا بنقلق، بس بيبقى القلق بعض الاوقات لما يكون في نجوم كتير موجوده في الفرقه، ان يبقى في عصبيه، في نرفزه، في بعض اللعيبه متضايقه لو قاعد على الدكه، لكن ده الحمد لله مش موجود في النادي الاهلي خالص، وما شفناهوش في النادي الاهلي ومش متعودين عليه في النادي الاهلي. فعشان كده كل النجوم اللي موجوده تبقى اضافه وفائده كبيره جدا للنادي الاهلي. كل النجوم الموجودة، أعتقد كمان كان بيختص إمام عاشور بهذه الثقة، لكن المهندس عدلي أشار إلى جزئية السكواد المميز للنادي الأهلي، وده اللي خلى الناس بتحس إنه مين أساسه ومين احتياطي، وطريقة اللعب وأسلوبه لو هيغيرها مستر مارسيل كولر أثناء المباراة نفسها المرة واثنين وثلاثة، هيلاقي العناصر اللي تقدر تملك من المرونة التكتيكية اللي نتغير من 4-2-3-1 ل4-3-3 ل4-3-1 وهكذا، هيلاقي العناصر اللي تنفذ له ده. سكواد الأهلي هو السر الحقيقي في التميز السنة دي، ده رأي واحد من فراودة الأهلي السابقين الكابتن علاء إبراهيم. نشوف، يعني أعتقد بداية الموسم السنة دي بداية بطولة مهمة جدا، مختلفة عن الدوري، مختلفة عن السوبر. اعتقد يعني السكواد النادي الاهلي السنه دي، لا يعني النادي الاهلي السنه دي ممكن يوصل لبعيد كتير، يعني الفتره دي او السكواد اللي موجود ده، اعتقد ان احنا عندنا يقينا ان احنا البطوله مش اقل من 80-90% تحقيق بطوله ان شاء الله. صحيح. كابتن علاء، طبعا انت واحد كنت من مهاجمي وهدافي النادي الاهلي، نصيحتك ايه لمهاجمي النادي الاهلي تحديدا اللي دايما بيبقى عليهم العبء الاكبر او الضغط الاكبر للفينشنج في بالنسبه لهجمات النادي الاهلي، وتحديدا مودست وصلاح محسن، بالاضافه طبعا لمحمود كهربا، وان كان كهربا مستمر من الموسم الماضي. يعني عشان تلعب مع في نادي كبير وتبقى راس حربه، لازم يعني اعتقد من ربع فرصه ان انت تجيبه، يعني عشان تستنى الفرصه دي ما اعتقدش هتبقى لعيب من الفرق اللي هي منافسه على البطولات، لكن راس الحربه اللي بيلعب في فرقه بتنافس على البطولات دايما، لازم من اقل فرصه من ربع فرصه يحرز اهداف. فاعتقد يعني احنا ما عندناش الكواليتي دي، قعدنا فتره شويه يعني كان اخرنا في لافيو والناس دي، لكن يعني اعتقد ممكن نشوف حاجه كويسه من انطونيو موديستي الفتره اللي جايه. تمام. برضه الاشاده بالسكواد بتاع النادي الاهلي او قائمه النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم، بتدي تاخدنا في حته ثانيه، بس عشان برضه افكر يعني الناس كلها، ان احيانا النادي الاهلي بيبقى بيشتغل بطريقه مش باينه للناس، وبيتحمل تتحمل ادارته الكثير من الهجوم، وبعد هذا الهجوم نتيجه قلق الجماهير مش عارفه ايه اللي بيتم. أيوه. وشايفين ان الاهلي بطيء وشايفين، لكن لما نوصل النهارده ان يتقال السكواد بتاع النادي الاهلي ما بقاش كده، ده مش عمل النهارده، ده عمل السنتين اللي ورا بعض. ايوه، اصبحت البدائل كتيره. في حتت لسه عايزه مؤكد النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم، لانه نادي يتحدى نفسه ويتعدى بطولاته، لن تتوقف عمليه الدعم والتطوير، وزي ما بيسموه ابجريد، انك ترفع مستوى الفريق باستمرار، ولذلك لن تتوقف عمليه التفكير في انك انت مهما كان السكواد بتاعك عايز افضل، او عايز تكمل لحسابات بكره، مين اللي هيكبر، مين اللي الصاعد اللي لازم يدعم، مين اللي احتمال يخرج تجهز له بديل بدري، ده احيانا بيتم غير من الناس ما تحس بيه، لكن في النتيجه بتشوف نتيجه معينه ان الفرقه شبه متكامله، شبه متكامله. ده كان كلام مهم جدا في رحله البحث عن الدسته. الاهلي ان شاء